هي السنة الجديدة بتبشرنا كده من بدايتها كلها حاجات حلوة إن شاء الله، ويا رب نتمنى تفضل كده على طول. نتمنى وعلى فكرة النسكافيه حلو جدا جدا، جدا عشان أنا عاملاه جدا. أنا كده ذمتك يعني. ما أقدرش يا جماعة، أنا مشهور في البرنامج ده، معايا 3 بنات، بس خليني الوضع بقى وحش أسألك قوي لو بجد قلت لأ. سؤال حقيقي، أنت يا حسام من محبي إيه؟ يعني أنت بتبدأ يومك بقهوة ولا شاي ولا شاي بلبن؟ لان في قطاع كبير جدا جدا من الناس، يمكن احنا معانا فوتنج كمان على البيج عندنا، في قطاع بحب الشاي باللبن قوي. انا واحده من الناس عمري في حياتي ما شربت شاي بلبن. انا اقول لك بقى، انا العكس خالص. يمكن احنا كمان على صفحتنا على الفيسبوك برضو احنا كنا عملنا تصويت، طبعا حضراتكم يا ريت تشاركوا فيه، وفي طبعا لغايه دلوقتي النتيجه جت انه 70% من المشاركين بيحبوا يبداوا يومهم بالنسكافيه، في حين 30% بيحب يبدا يومه بالشاي باللبن. انا بقى من 30%، انت من 30% انا صغننين تقليدي دول. كلاسيكي قديم قوي في الموضوع ده، انا لازم اصحى الصبح اشرب شاي باللبن، ده اول بجد حاجه، لانه بحس ان النسكافيه، ويمكن هنتكلم في الموضوع ده، احيانا بيكون ثقيل على المعده. طب عايز اقول لك ان النتيجه بقت 68 32، يعني الشاي باللبن يعني زاد شويه. طب ليه جمهور اهو الحمد طب لله. شفت بقى، دي كمان خلوا انه الشاي باللبن مرتبط بعادات مصريه، خلينا نقول كمان اكتر من النسكافيه وغيره. احنا طبعا الشعب المصري كله كان يحب زمان يصحى شاي بلبن، صح، بالبقسماط، وفي صينيه الشاي باللبن اللي فيها البقسماط وتسقي وبتاع، ودي عاده مصريه حلوه الفايش. وانا كنت بشارك فيها الحقيقه. انا من الناس بقى بتشرب قهوه كتير جدا بجميع مشتقاتها وانواعها، قهوه تركي، قهوه امريكان كوفي، ايطاليان، كل القهاوي انا بشربها. يعني انا متخصصه قهوه، انا هعملك فنجان قهوه كده هوريك بقى القهوه الحقيقيه اللي بوش، عشان عرفت انك ما بتعرفش. باين اهو، باين اهو. بس خلينا اقول لكم كمان، بما ان احنا قلنا الشاي والقهوه، انه الدراسات بتقول انه القهوه احيانا اكتر من 3 كوبايات في اليوم او 3 فناجين في اليوم بيبقى ليه اضرار شديده. اولا منها ممكن يزود التقيح في المعده، يعمل التهابات كمان في المعده، ممكن يصيب تشنجات، يصيبك بحاله من التوتر بشكل او باخر، ده وفق دراسات علميه. لكن في نفس الوقت القهوه والشاي ليهم فايده كبيره جدا، كتير جدا، انهم يعني منهم القهوه برضو حسام بتحافظ على ضربات القلب. يعني لو انت شربت فنجانين على نفس اليوم، يعني بلاش 3 فناجين، خلينا 2 بس، بتحسن تدفق الدم في الجسم وبتحافظ على ضربات القلب في مستواها الطبيعي. فيها بتعمل حاجه مهمه جدا، البنات كلها يحبوا الموضوع ده، هي بتساعد على فقدان الوزن، وده شيء مهم. وعلى فكرة الشاي كمان فيه نفس المعلومة دي، لأنها بتقلل شوية الرغبة أو الإحساس الأكل. بالجوع، وكمان فيها مواد مضادة للتأكسد وبتقلل فرص الاكتئاب، بالذات الشاي بنسبة تقريبا 30% لو شربت 3 كوبايات في اليوم، والقهوة 8%، فبرضو ليها دور مهم في تحسين المود. طيب خلينا نقول إن العالم متقسم بين النسكافيه وقهوة وشاي بلبن.